أعلنت وزارة الصحة اليوم اثنين عن تسجيل 1386 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى 73780 حالة. وبخصوص الحالات المستبعدة، فقد تم تسجيل اليوم 20852 حالة. أما بخصوص الوفيات فقد تم تسجيل اليوم 33 حالة وفاة، ليصل إجمالي الحالات المتوفية بالمغرب إلى 1394 حالة. أما بخصوص المتعافون فقد بلغ العدد اليوم إلى 822 حالة، ليصل إجمالي عدد المتعافون بالمغرب إلى 56096 حالة. وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات والوفيات حسب الجهات فهي كما يلي: بالنسبة لجهة الدار البيضاء سطات فما زالت في الصدارة وقد سجلت 560 حالة جديدة. أما بخصوص الوفيات بهذه الجهة فقد تم تسجيل 13 حالة. الدار البيضاء 416 حالة جديدة و12 حالة وفاة. برشيد 31 حالة جديدة. نواصل 30 حالة جديدة. الجديدة 30 حالة وحالة وفاة. مديونة 17 حالة. المحمدية 16 حالة. سطات 15 حالة. بن سليمان 5 حالات. بالنسبة لجهة الرباط سهل القنيطرة فقد سجلت 268 حالة جديدة. سلا 126 حالة. القنيطرة 49 حالة. الرباط 32 حالة. صخيرات تمارة 32 حالة. سيدي قاسم 20 حالة. الخميسة 8 حالات. سيدي سليمان حالة واحدة، ولم تسجل هذه الجهة أي حالة وفاة. بالنسبة لجهة درعة تافيلات فقد سجلت 178 حالة جديدة و5 حالات وفاة. ميدل 57 حالة. ورزازات 51 حالة جديدة وحالتي وفاة. زغورة 30 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة. راشدية 29 حالة جديدة وحالتين. تنغير 11 حالة. بالنسبة لجهة مراكش أسفي فقد سجلت 131 حالة جديدة و5 حالات وفاة. مدينة مراكش سجلت 65 حالة جديدة و5 حالات وفاة. قلعة سراغنا 30 حالة جديدة. اليوسفية 17 حالة. الرحامنة 6 حالات. شيشاوة 6 حالات. أسفي 5 حالات. صويرة حالتين. جهة فاس مكناس سجلت 71 حالة جديدة و3 حالات وفاة. فاس سجلت 29 حالة وحالتي وفاة. مكناس 16 حالة وحالة وفاة واحدة. الحاجب 7 حالات. صفرو 7 حالات. تونات 5 حالات. إفران 4 حالات. تازة 3 حالات. بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة فقد سجلت 66 حالة، 3 حالات وفاة. طنجة أصيلة سجلت 26 حالة وحالة وفاة واحدة. تطوان سجلت 22 حالة وحالة وفاة واحدة. شفشاون 5 حالات. الحسيمة 4 حالات. العرائش 4 حالات. المضيق الفنيدق 3 حالات. وزان حالتين وحالة وفاة واحدة. جهة بني ملال خنيفرة سجلت 52 حالة جديدة وحالتي وفاة. بني ملال 30 حالة. خنيفرة 11 حالة. خريبكة 6 حالات جديدة وحالة وفاة واحدة. الفقي بن صالح 5 حالات. وأزيلال سجلت حالة وفاة واحدة. جهة الداخلة وادي الذهب 44 حالة جديدة، ولن تسجل أي حالة وفاة في هذه المنطقة. جهة الشرق 16 حالة جديدة. وجدة أنقاد 12 حالة. قرسيف 4 حالات. جهة سوس ماسة حالتي وفاة، ولم تسجل هذه المدينة أي إصابة خلال 24 ساعة الماضية.